السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي ليكم يا جماعة، تحياتي لكل الناس المنورانا ومشتركة معانا على قناة تدريب كلاب أم دوج زمنور وتدريب كلاب البحيرة كابتن أبو نور. زي ما عودناكم بإذن الله وبإذن واحد أحد كل يوم جديد، وكل يوم هنرد على التعليقات بتاعتكم والمشاكل اللي بتقابلوها في تربية الكلاب، وعمرنا بإذن الله ما هنرجع لورا خطوة. بس أول رد جاي من الاستاذ محمد من فلسطين، تحياتي ليك يا استاذ محمد ويا كابتن محمد، شكرا لاشتراكك معانا على القناه، وتحياتي لكل اهل فلسطين واهل غزه، وتحياتي للقدس، وامان عليك تدعي لنا في القدس، يعني ربنا يبارك لك يا رب. بيقول ابو نور بحياه ابنك، بحياه ابنك ربنا يبارك لك يا باشا، واحلى دعوه انت دعيتها دي والله. تنزل تعليقي، انا محمد من فلسطين مدرب كلاب، انت راجل شريف وهم رجال يا باشا، انت على دماغنا، وربنا يبارك لحضرتك يا رب، وربنا يخليك لينا، وشكرا على تعليقك. ضميرك تحايل، انا مش هقول الكلمتين اللي هو قالهم، ضميرك تحايل على البشر، تعبانه، انت راجل صادق، ربنا يخليك يا باشا. تمام، بكل معنى الكلمه، ومستعد نعمل حمله نكسر، ربنا يخليك يا باشا ويبارك لي في حضرتك يا كابتن محمد. وده فعلا اللي انا بننتظره من اي مربي كلاب او اي محب لتربيه الكلاب او اي مدرب محترم زي حضرتك. وتحياتي لفلسطين، وتحياتي لكل دوله، كل دول العرب. احمد دولز بيقول فكك من الكلام بتاع الجروب ده، انا كنت فيه قبل كده وخرجت. على فكره الاستاذ احمد يا جماعه ده دكتور بيطري واقف معانا الحمد لله، والراجل مقتنع باللي احنا بنعمله. شكرا يا دكتور، ربنا يبارك لنا فيك يا باشا، وربنا يخليك لينا يا رب. الدكتور واقف معانا يا جماعه على فكره اللي احنا بنعمله، ومقتنع بموضوع الزيت ده، وبيقول ده علاجات قديمه، انت فعلا شغال كويس وشغال صح فعلا. ساعات مش شرط يا جماعه، بيجي ممكن عليك وقت تلجأ لحاجه قديمه تعملها مع الكلاب بتاعتك او مع نفسك كمان، لو انت يعني في واحد يغلبه في الاطباء ويغلبه في الدكاتره ما يعرفوش علاجه ايه، وتبص تلاقي بابسط الطرق او واحد يقول له روح اعمل كذا، طبعا تبص تلاقيه بقى تمام التمام وكويس. اسلام بيقول لي لو اتكلمت في اي انتقادات تانية هدفعك غرامه 5 جنيه. تحياتي ليك يا سلم، والله العظيم ما هتكلم في حاجه تانية يا باشا، انت ربنا يبارك لي فيك، بس وجودك معايا على القناه والاشخاص اللي زي حضرتك طبعا دي على دماغي، دي يكفيني وجودكم معايا على القناه. وخصوصا ان بقول لك ايه، انت لو نزلت فيديو ترد على حد تاني هدفعك غرامه 5 جنيه على كل كلب عندك. هي يا رب تكون فهمتها، انت راجل محترم ومننا وعلينا وشبهنا والله، واحنا شبهك برضه، وما تضيعش وقتك في فيديو احنا بنستناه خصوصا انا علشان ترد على ناس مش شايفه المستوى بتاعنا. يا عم انا بستنى فيديو منك بفارغ الصبر من ساعه كلبي ما مات وانا بحب اتفرج على الكلاب، فركز معانا احنا بقى وسيبك من الهري بتاعهم. وباكد على موضوع الغرامه، لا يا باشا انا موافق على الغرامه يا باشا، على دماغي يا سولوم اللي انت عايزه كله. وانا اسف يا سولوم ان احنا بصينا الحاجه للخلف، يعني احنا المفروض نبص لقدام يا جماعه فعلا، والناس ديت فعلا اللي بيكتب كلام زي كده ده حبيبنا فعلا من قلبه، وحابب ان احنا نكمل معاه، وباذن الله عمرنا ما هنبص للخلف تاني باذن الله وبمشيئه ربنا. اللي بعد كده من مصطفى، انا مصطفى من الجيزه، انا بحبك قوي يا كابتن، بحب الفيديوهات بتاعتك كلها، ربنا يخليك يا درش. انا عندي كلبين دكر وانتهى جيرمان، النتايه حامل، وانا حاططهم في السطح في اوضه، حاطط كاميرا تمام، وانا بتفرج على الكاميرا لقيت النتايه وهي قاعده فجاه نزلت دم كتير، وقامت وقفت ولحسته، وهي بتلحسه عماله تنقط دم، وبعدها بخمس ساعات اسهلت اسهال اخضر، وهي بقى لها 53 يوم حامل، واكلها بقى ضعيف. على فكره كده يا مصطفى الكلبه ممكن تكون داخله على اولادها، ربنا يبارك لك فيها يا رب. طبعا دي كده معناها ولاده، يعني ان 53 يوم ويحصل كده دي ولاده باذن الله، ربنا يبارك لك فيها. جهز نفسك بقى يا باشا ويلا جهز لها المكان. شهاب حسن بيقول كلبتي 5 شهور، اما تنزل الشارع بتخاف من اي حاجه حواليها، بس عيب، بتخاف من اي حاجه حواليها، عربيات او ناس او حتى القطط، اعمل ايه يا كابتن والنبي ساعدني، متضايق قوي من الموضوع ده. بص يا شهاب، هي مطلوب منك بس عيب بس يا شهاب، مطلوب من حضرتك بس ان انت كل يوم تنزلها الشارع في مكان فيه دوشه وفيه زحمه وفيه عربيات وفيه حاجات من ديت، طبعا بالطريقه ديت هتبدا انت بتعمل ايه يا عم، بس عيب، طبعا بالطريقه ديت هتبدا ان انت تتعامل معاها، وهتبدا الكلبه تاخد على الاصوات الغريبه اللي في الشارع والكلام ده كله، طبعا من هنا هتبدا الكلبه تتعلم وتعرف الاصوات والكلام ده، مش هتبدا تنطرب من العربيات ومن الحاجات دي كلها. مطلوب بس يعني حتى على الاقل كل يوم نص ساعه نزلها في مكان دوشه، على باب البيت اربطها في اطلع اتمشى بقى شويه، يعني هي اول يوم هتبقى قلقانه، فانت لازم تستحمل اول يوم وتاني يوم، بعد كده هتبدا الكلبه تبقى تمام التمام معاك. سوسو محمد كابتن نور حضرتك شخصيه مش بتبخل علينا، ده انت على دماغي يا فندم،
بمعرفتك او بخبرتك وشخصيتك المحترمه، ربنا يخليك جدا. لو سمحت انا من وانا صغيره، دي على فكره واحده، ربنا يبارك لك يا رب، وشكرا لاشتراكك معانا يا سوسو. عندي فوبيا رهيبه من الكلاب وانا صغيره ومتعقده منها، وانا كنت بشوف الكلب بلف للشارع التاني من خوفي. انا احتمال اجي الصيف الجاي باذن الله البحيره، لاني اصلا من البحيره، عيله زايد، ربنا احسن عيله على فكره، عيله زايد الناس المحترمه جدا. لو حضرتك تسمع عنها فانا عايزه اني اتخلص من الخوف ده. اتفضلي يا فندم، شرفيني هنا، وفي خلال 5 دقايق بالظبط هخليكي تتعاملي مع 10 كلاب. يعني الخوف ده هينتهي خالص باذن الله في خلال 5 دقايق، بس طالما انت عندك استطاعه وجاهزه لكده باذن الله ما تقلقيش، خليها على الله واحنا جنبك باذن الله في 5 دقايق بالظبط هتتعاملي مع 10 كلاب، ومش هتشغلي بالك بالكلاب خالص في اي مكان. الموضوع الفوبيا ده يا جماعه ده شغلتي بقى، ان انا اضيعها لك ومن غير اخطار ومن غير اي حاجه. اللي بعد كده محمد سمايلي بيقول الزيت والمس الازرق ده بعد ما عالجتها هتشيله ازاي وترجع فوره الكلب زي ما كانت، زي ما شفنا لكس كده محمد. طبعا اول ما نبدا ننتهي من موضوع الزيت ونلاقي الجروح بقت طريه خالص ولمت خالص ومفيش دم، اماكن فيها دم وكلام من ده، بنبدا بعد كده ان انا نحمي الكلب كل 5 ايام او كل 4 ايام مره عادي. ما تستعجلش، البلد لما بيبقى عامل عمليه ما بيقومش من العمليه، يصحى ويطلع يجري، ما تستعجلش. حاجه زي كده هتقعد انت تحمي الكلب يوم بيوم بيوم، فاهمني؟ يعني كل 5 ايام تحميه مره، وبالطريقه ديت هيبدا الكلب ينضف معاك ويرجع لحالته الطبيعيه تاني. بس اهم حاجه اوعى تقطع الدواء الازرق، الدواء الازرق سهل ان انت تشيله من على الكلب، سهل جدا مع غسله في غسله بيتشال من على الكلب عادي، لكن الزيت هو اللي صعب شويه، قبل ما بتروح الماده الدهنيه من جسم الكلب بيكون الكلب صحى وبقى تمام التمام، فدي ما تقلقش يعني. السؤال اللي بعد كده، معلش يا جماعه قبل ما سما المصري، سما تحياتي ليكي يا سما وربنا يبارك لك يا رب. بتقول يا كابتن انت دكتور، بس الكلوبه كده شكلها اتغير على لكسي، الكلوبه باذن الله هترجع زي ما كانت تاني وهتبقى عسل العسل، وما تقلقيش يا سما ونفسك معانا، وتحياتي ليكي وشكرا لاشتراكك معانا في القناه. منوعات رب الكلاب من وراك ابويا ماله البيت. ده بقى دي جميله جدا يا جماعه، ده اخ شكله مش من مصر، شكله من بره مصر من اي دوله عربيه، وزعلان جدا ان والده شاف القناه بتاعتنا. جريح جايب كلاب، كل ما احنا نعمل حاجه يعمل زينا، ده مش من مصر على فكره، بس بيتكلم اسلوب التعليق جميل جدا، يعني هو جميل منه جدا، طالع كوميدي، فعشان كده انا خدت التعليق. هو ما بيسالش عن حاجه، ده هو بيتعارك معايا علشان ابوه بيقلدني، وفي نفس الوقت ابوه زله ومش عارف يطلع من روحه ويجي مع اصحابه بسبب ان هو مقعده طول النهار ينظف للكلاب. بيقول ايه؟ بيقول مش عارف ايه من الكلاب، ابويا ملى البيت، كلاب 6 كلاب بالبيت، لله يقبله من ومن شافك اتاثر بيك واراد يصير مثلك، وانا اغسل وانظف بالبيت، اقسم بالله 6 كلاب و4 كناريات فناجس و18 فنجس وطيور حب 8 اوكلهن واشربهن، اليوم طردني ويقول لي ان ما بيا فايده سشوي بقى. ابوه اتعارك معاه وطرده. طبعا ده من الواضح ان هو مش مصري، ده يا سعودي يا اردني او حاجه زي كده. طبعا من الواضح ان ابوه شاف القناه بتاعتنا فراح جاب عصافير وجاب كلاب وقال لك نعمل مشروع. ف ده ابنه طبعا قال له تقعد وتنظف وتاكل وتشرب معايا وتعمل معايا زي ما تقول عادي، شغل ابنه او يشيله المسؤوليه. فطبعا الولد مش عارف يتحرك شمال ولا يمين، فبدا يشتم فينا ويشتم في ابوه ويشتم في الدنيا كلها. بس انا عايز اقول له على حاجه، على فكره لو انت حبيت الحاجه اللي متربيه عندكم في البيت ديت هترتاح نفسيا والله، وحاول بس واقنع نفسك وباذن الله هتبقى تمام التمام. هو على فكره يا جماعه انا خدت التعليق ده عشان عجبني الاسلوب، بس فيش يعني هو بيغلط فينا بس باسلوب حلو وجميل خالص. جولي انا عندي كلب بلاك جاك عاوز ارخصه،
بص يا باشا، هو الترخيص باذن الله بيفتح من اول شهر واحد او شهر اتنين، كل سنه بيقفل في محافظات مصر كلها من شهر تسعه، لان بتكون الرخص كده انتهت او هم سلموها علشان ياخدوا الدفعه الجديده. فبيفتح من شهر واحد او شهر اتنين باذن الله. كل اللي عليك ان انت بتصور كلبك صورتين بالتليفون عادي، وبتروح لاي استوديو بتقول له انا عايز اطلع على الصوره دي صورتين، وبتاخد الصورتين دولت وصوره بطاقه حضرتك او صوره بطاقه والدك، وبتروح مديريه الطب البيطري اللي حضرتك تابع ليها تبع المحافظه اللي انت فيها، وبتقول له انا عايز ارخص الكلب بتاعي، وبتاخد الكلب معاك عشان بيدوا له حقنه الشعار، بيرخص لك الكلب وبيطمنه ان الكلب حالته الصحيه كويسه، ومن هنا بيديك الرخصه وبيديك دفتر متابعه للكلب، لو اي حاجه عالجته عند دكتور او عالجته في اي مكان بيعمل لك المتابعه بتاعته. محمد علاء بيقول ازاي يمنع البراغيث عن الكلاب؟ الموضوع سهل يا محمد جدا. لو الكلب معدي 6 شهور بنديله سنتي ايفوماك اردني تحت الجلد، و الايفوماك ده بنحسبه حسب ميعاده. تمام، طبعا لو مشيت بالنظام ده هيبقى تمام التمام. والحيطان والارضيات رش الاماكن ديت بالديزانول والاكتاكروم، ويفضل ان انت تبعد الكلب في الفتره اللي فيها براغيث عن الاراضي اللي هي الزراعيه زي الاراضي الترابه اللي احنا واقفين عليها ديت. ابعد الكلب عن الاماكن ديت، علشان طبعا الاماكن ديت بتلم للحشرات كتير وبتلم الكلام ده كتير. طيب ما انت كابتن مثلا بتربط على الاراضي الترابه، انا بنربط وبندخل كلابي وبنطلع وندخل كلابي والكلام ده كله، وبنربط كلابي تتهوى وندخلها، اصبح ان المكان الكلب مش ثابت فيه. لو الكلب ثابت في المكان ده هتلاقي المكان ده كله يتملي براغيث. طبعا احنا في غنى عن الكلام ده، واحنا كمان بنعالج وبنبدا ان احنا ندي حقن ورش ومبيدات وكلام من ده، بتخلي المكان نظيف طبعا والكلب كمان بيبقى نظيف. فلو مشيت بالنظام ده باذن الله، وهتلاقيه في حلقات كتير احنا منزلينها، هتلاقي كلبك بقى نضيف وسليم بنسبة 100%. نقول اللي بقى كل الناس المشتركة معانا يا جماعة عشان خاطرنا، ما تنسوش تعملوا الحلقة دي لايك وتعملوا لها شير، وتحياتي ليكم. واتمنى من كل الناس المشتركة معايا تشير الحلقات على قد ما تقدر، شير حلقات من عندنا من على القناة على مواقع الفيس وعلى اي موقع يقابلك، وعلى الفيسبوك بالذات شير، خلي الحلقات بتاعتنا وخلي القناة بتاعتنا وخلي كل مربين الكلاب تشوف شغلنا وتشوف اللي احنا بنعمله وتشوف المشتركين بتوعنا وتشوف احنا بنعمل ايه وتشوف احنا حابين الحاجات دي قد ايه. حاول على قد ما تقدر شير، وباذن الله طول ما انت بتشير فيديوهات او حلقات احنا هنكمل معاك، ومش هنستخسر فيك اي حلقه واي معلومه انت محتاجها. تحياتي ليكم وتحياتي لكل المشتركين معايا في كل دول العالم. تحياتي ليكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.